ديالك واش كانت شي معالج ولا كانت طفوله عاديه جدا؟ الطفوله ديالي كانت طفوله جميله جدا، لانني محظوظه انني كنت كبرت في واحد العائله، الاب فنان، الام وسط فني فن. نعم. يعني كنت حالمه وكنت انسانه بسيطه جدا، كنتمي لاسره بسيطه من الميان ديال الشعب. يعني حتى انا عندي طموحات وحتى انا بغيت نكبر نحقق الحلم ديالي. امتى بدات المعاناه؟ بدات المعاناه ملي بديت كننضج شويه، يعني مورا البلوغ ديالي 18 سنه، ملي بغيت نحقق ذاتي ولقيت بزاف ديال المعاناه، سواء في المغرب. طبعا في المغرب بشكل كبير كان كيستعصي عليه التقدم، لانه ما كاينين شركات لا والو، وداكشي محدود وداكشي طبعا راك عارف شنو حنا كنعانيو بهذا الموضوع. نعم. تكرر بزاف. بدات المعاناه ديالي في الغربه، ملي هزيت شويه الفاس ديالي ومشيت نقلب على راسي باش نبرز الموهبه ديالي، طبعا في هذاك الخضم الكبير اللي هم ديال الفنانين من جميع الجنسيات. كل واحد كان عنده نفس الهدف، وكل واحد كان عنده نفس الطموح، وكل واحد كان عنده اسلحه، ربما كانت اسلحه سلميه، وكان اخرين عندهم اسلحه طبعا قاسيه. فانا كنت من الناس اللي ما بين الدفاع على نفسي وما بين ابراز الموهبه ديالي، يعني تعرضت لمواقف اللي هي طبعا ساهمت بشكل كبير في تكوين الشخصيه ديالي. والحمد لله، يعني اللي كنحمد عليه ربي بشكل كبير هو انني قدرت نبرز بين هاد الناس اللي موجودين. تبارك الله عليك، ولا ما عندي ما يسالك.